ثابكم الله وأحسن إليكم. يقول في آخر أسئلته: ما وصيتك فضيلة الشيخ لشاب يريد حفظ القرآن الكريم وطلب العلم ولكن وقت فراغه قليل، فماذا يجب عليه أن يعمل وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يطلب العلم بحسب ما تيسر له، يطلبه ولو في وقت قصير من اليوم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، والقليل يبارك الله فيه ويكون كثيرا مع المواصلة ومع المتابعة. نعم.